والسؤال الأخير لك. السؤال الأخير هنقلك بقى من الموقع الصحفي إلى الموقع الحزبي. هل تعتقد أن المادة 76 يمكن أن تتيح لأي شخص مهما كان يمتلك من إمكانيات ومقومات ومؤهلات أنه يخوض انتخابات الرئاسة، ولا هذه المادة تغلق هذه النجاح في الانتخابات على مرشح الحزب الوطني فقط؟ لماذا لا يتم تعديلها؟ وحضيف لي سؤال تابع تاني، متى نصل إلى مرحلة تداول السلطة؟ إنه المادة 76 اللي كنت بأطمح إنها تؤدي إلى تداول السلطة، الديمقراطية هي تداول السلطة، وأي مفهوم تاني لها هو ضحك على الدقوق. سؤال من جزئين لوجهين. تفضل. المادة 76 هقول لك كلمة واحدة. المادة 76 ماشي، أهم اللي أنت بتتكلم عليها، أهم مادة أدخلت في التعديلات الدستورية. عارف ليه؟ لأنها لأول مرة من سنة 52 بتقول إنه الأحزاب يمكن من خلال الانتخابات والتنافس إنها تتولى الرئاسة في مصر. كل الجدل اللي أنت بتقوله ده كان نتيجته إن ما تمسكش في دي، نتيجته العملية إنها لا تمارس ولا ينتم الانتباه إلى هذه الحقيقة. فيبقى العضو الذي لا يمارس في العلم بيروح يا أستاذ وائل. تمام؟ فمحدش بيمارس دي. مارسها. لو أنت بتمارسها تعال قول لي أنت قوتك إيه؟ وأنا قوتي إيه؟ وخير قوته إيه؟ وأي حد قوته إيه؟ قوته الحزبية والسياسية. لو لقيت قوتك أنت حضرتك في أي انتخابات ما تقدرش تجيب إلا 20 عضو عشان ترشحهم على مستوى الجمهورية، ولا 40 عضو ولا 60 عضو ما تقدرش تغطي الجمهورية، تمام؟ يبقى مطلوب منك تزود قوتك وتزود اتصالك بالجمهور عشان ينضم ليك وعشان يقتنع بيك. إنما ده الميدان المفتوح لأول مرة في تاريخ مصر من 52 يكون للأحزاب حق، أو لقيادات الأحزاب حق أن تكون رئيسا للجمهورية من خلال الانتخابات. دي الحقيقة اللي لازم ننتبه عليها. شكرا. لي سؤال واحد هوجهه لكم انتوا الاثنين. كيف ترى يا أستاذ وائل اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية؟ إزاي بيتم من وجهة نظر؟ ما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار رئيس تحرير لصحيفة قومية؟ طبعا رؤساء تحرير الصحف القومية زملاء لي اعتز بالصداقة معاهم، وانا ضد منطق التخوين والتشكيك في الولاءات او في الوطنية. يعني احيانا نقسم انفسنا، عشان كده كانت ده اسئلتي. لكن مشكلة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، واتحدى انه الاستاذ طارق يعني يقول انه، مش عايز اقول لك لا، عدد كبير منهم مهنيا يستحقون الجلوس في هذا المقعد، لكن عدد كبير ايضا كان المعيار الامني والمقياس الامني انه مرضي عنه امنيا وسياسيا، وانه السلطه عايزاه، وانت احنا في الوسط الصحفي وعارفين انه في مقاييس معينه، لكن بعضهم لا، من الجانب المهني يستحقون الجلوس على هذه المقاعد، والبعض الاخر او عدد كبير جاءوا بتعليمات امنيه وسياسيه. سؤالي ليك يا استاذ طارق هو العكس. بتشوف اختيار رؤساء تحرير الصحف الخاصة قايمة على معايير ايه؟ معايير مهنية ولا معايير سياسية ولا معايير اقتصادية؟ والله يمكن بص، مفيش معيار واحد موجود، انما من رصد الساحة اللي موجودة، من رصد الساحة اللي موجودة، هناك البعض المهني وهناك البعض اللي ينفع يمشي الامور ويروجها وبتاع ويعمل لنا هيصة ويعمل دوشة ويمشي بتاع، وهناك أيضا فئة مرتبطة اقتصاديا ومستفيدة اقتصاديا وتدافع عن مصالح ممولها. بشكرك. أشكرك. شكرا الكاتب الصحفي الأستاذ طارق حسن الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ وائل الأبراشي، نورتونا، كل سنة وانتم طيبين. بشكركم ولقانا مع حلقة جديدة من سؤال بسؤال. مين الشخصية السياسية اللي في مصر اللي تتمنى تلاقيها جاية تنضم إلى هذا الحزب؟ مستقلة ولا حزبية؟ إيه موقف الحزب الوفد من الإخوان المسلمين؟ رأي الدكتور حسام في
فيما حدث في انتخابات مجلس الشورى الأخير. قد يكون الحزب الوطني وده اللي قدام الناس أكثر الأحزاب تنظيما. لابد أن نفعل أو يخرج إلى النور قانون محاكمة الوزراء.